مساء الخير عليكم او صباح الخير حسب الوقت اللي بتشاهديني فيه. معاكم فوفا فهمي. هنعمل النهارده كوكيز الشوفان القمر، ده مغذي لاولادنا بمناسبه الرجوع المدارس. كل الاطفال دلوقتي دخلت المدارس، يا رب ان شاء الله يعجبكم. هنشوف عملناه ازاي، ان شاء الله يعجبكم. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصلي كل الفيديوهات الجديده. يلا معانا نشوف المكونات ونشوف الطريقه. زي ما شفنا في اول الفيديو كوكيز القمر اللي احنا عملناه ده، دلوقتي هنتكلم في المكونات. دي كوبايه شوفان مطحون، دي نص كوبايه دقيق. عايزه تعملي كله شوفان براحتك، بس ما بيبقاش متماسك. السكر اللي انت شفتيه معايا في الفيديو، معايا رشه ملح، يا رب تبقى باينه. دي نص كوبايه سكر، معانا بيضه، معانا ده عين جمل، هي ما بيحبش المكسرات فبحاول احطها له في اي حاجه صحيه. رشة قرفة لو عايزة، برضو كلها فيتامينات. هنبقى عايزين نص معلقة بيكنج باودر، معلقتين زبدة، ورشة بن برضو لو حابة تضيفيها بتقوي الطعم قوي، ومعلقتين كاكاو. تعالي نشوف بقى الطريقة. كده حطينا مع بعض كل المكونات الكافة، كوباية الشوفان ونص كوباية الدقيق ورشة الملح، وهنحط معلقتين كاكاو. نخليهم كلهم يتصفوا كويس جدا. عايزين ننخلهم، معلش يا جماعة لو هتعرف من كتر ما هو بيركز بيقول كلام وهو مش مركز. هندخلهم كويس قوي، وبعد كده نحط المكونات في السايلة. خدنا مع بعض كل المكونات، حطينا نص معلقة القهوة، هنحط رشة قرفة صغيرة، بعد كده هنحط ربع معلقة بيكنج باودر. طبعا احنا زي ما قلنا في كل الحاجات اللي عملناها بالشوفان لازم نحط له بيكنج صودا عشان يبقى هشي وجميل. تمام، احنا دلوقتي خلي بقى المكونات تتجف على جنب. حطينا الزبده وسيحناها خالص، احنا ممكن عايزين نعملها بالمضرب. اوكي، انا عايزه اعملها لك النهارده بالمعلقه عشان يبقى الموضوع سهل، اي حد ممكن يعمله. هنسيحها كده كويس، وهنضرب البيضه معاها. لازم تبقى طبعا بدرجه حراره الغرفه هي والبيض، كل المكونات الدقيق كل حاجه. بعد كده هنضرب البيضه كويس، هنضرب البيضة كويس، نحط عليها طبعا رشة الفانيليا. وهنا احنا ما عندنا السكر بني فحطينا معلقتين عسل اسود، نزود برضو القيمة الغذائية بتاعت الكوكيز مع السكر، وكل ده نضربه مع الزبدة لغاية ما يدوب جامد. عايزة تعمليه بالمعلقة تمام، عايزة تعمليه بالمضرب الكهربائي تمام، انا هعمله بالمعلقه. لو ما قدرش قوي انا هعمله بالمضرب الكهربائي. كوكيز مغذيه حلوه قوي، مش هتخلي الولاد يبقوا شبطانين في حاجه يجيبوها من بره، كلها فيتامينات حطينا لها فيها. عايزين نحط فيها طبعا، لسه هنزوق طبعا اللي على الوش، حطينا لهم فيتامينات كتير فيها. ياريت لو فعلا تحط لهم اي مكسرات سوداني بقى اللي عندك. انا كان عندي شويه عين الجمل دول، قلت ايه احطهم له كده كده باقيين عندي. ندوبه بقى خالص 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 لغايه ما نحس ان السكر دب. بعد كده هنحط البيض، نضربه بقى ايه على قد ما نقدر. اهم حاجه نحس ان السكر داب. هات المعلقه، هتاخد وقت، ضربتها 5 دقايق بالمضرب كده بقت معانا جاهزه. هات بقى المكونات السائله على المكونات الجافه ونقلب كويس.
حاجة بس ان السكر يدوب. نبدأ نقلب من تحت لفوق كده، يعني ما بتاخدش وقت عامة. عايزه بقى تحطي دلوقتي، لو عايزه تحط لها تاني شوكليت شيبس اوكي. انا بحب احط الشوكليت او الفرنسيه او اي حاجه احنا نذوق بيها على الوش، بس هي بتاخد دقيقتين بالظبط والعجينه كلها بتبقى زي الفل. طبعا احنا عارفين الكوكيز بتبقى سميكه شويه. اوكي كده العجينه اللي احنا عايزينها معانا تقيله، اهم حاجه ان هي تبقى تحس ان هي ايه مرمله كده. نحطها بقى في الصينيه، معانا صينيه مدهونه زبده، عايزه تدهنيها من فوق براحتك، بس هي يعني ما تدهني، يعني لو هتدهني هتدهني حاجه بسيطه جدا عشان الزبده اللي في الكوكيز كميه كويسه. ونحطها، انا بحب اغرفها بمعلقه الايس كريم، تبقى صغنطوطه كده وكلهم قد ايه قد بعض. طبعا لازم نسيب ما بينها مسافات عشان الكوكيز الزبده اللي فيها تخليها تفرش. باي شكل بقى انت تحبيه. نحاول بقى ندورها اكتر من كده واحنا بنحط الحاجات اللي على الوش. بس يا جماعه العجينه شكلها تحفه اصلا ازاي لوحدها. نحاول بقى نجيب معلقه نبططها كده شويه. استاذ دودو ابني هو اللي مصمم يزوقها، شوف هيزوقها لنا ازاي وارجع لكم تاني. ده عمايل ايد استاذ اياد، طبعا انت هتلاقي حاجات ملخبطه كتير. تسلم ايده. حطها في الفرن، هي بتتحط في طبعا بتسخني الفرن من قبليها، حطيه على 180 يبقى والع بس من تحت ربع ساعه كده، وتابعيها على حسب حراره الفرن، بتاخد ربع ساعه تلت ساعه مش اكتر من كده. تمام، حطها بقى في الفرن. ايه رايكم بقى في الحلاوه دي؟ اول صينيه معلش طلعت كبيره شويه، بس بص بقى احنا عملناها ما شاء الله، الله اكبر، طلعت الكميه قد ايه. احنا عملنا تقريبا 3 صواني ما شاء الله. شوفوا الكمية دي احنا لو اشتريناها من بره هتبقى هتكلفنا قد ايه، وصحي ومغذي لاطفالنا احسن من حلويات الشارع واحسن من اي حاجة نجيبها من بره. يا رب ان شاء الله تعجبكم وجربوها وقولولي قوليلي رأيكم ايه، يا رب تعجبوا لكم ان شاء الله. وعودة مدارس يا رب ان شاء الله تبقى كويسة وربنا يسترها على ولادنا كلنا. ما تنسينيش بقى في اللايك والسبسكرايب، ولو عجبك الفيديو اعملي لي فعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، وان انا انول رضاكم.